السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ، اريد اسالك عن علاج دوار السفر، وشنو علاجه؟ دائما اسال عندي دوخه وتخيل بالسياره. ان شاء الله موجود العلاج. طبعا نقص فيتامين بي 6. هذا فيتامين بي 6 شلون تقدر تعوضه؟ تقدر تاكل لك موزه او موزتين قبل ما تصعد بالسياره، وانا افضل موزتين. هذا راح يعوضك عن فيتامين بي 6 وراح يلغي الغثيان نهائيا. ايضا المغنيسيوم، وهو مهم جدا. طبعا الناس تهمل المغنيسيوم. المغنيسيوم تقدر تعوضه بتمر او حتى بالموز. بالموز موجود، يعني هنا الموز تاني عوضا، وتقدر تاخذ واحد مثلا في ثلاث او اربع تمرات راح ينتهي هذا الموضوع نهائيا، وهذا شيء مجرب. شيء ثاني تقدر تسوي، تغلي مغلي البابونج، ملعقة اكل بابونج وملعقة شاي زنجبيل، تخليه يغلي في 5 دقائق، وتخليه بترمس مي حار وتاخذه وياك. إذا كان سفرك طويل قلاص واحد كافي، العفو قصير يعني في ساعتين يعني قلاص واحد كافي. وإذا كان سفرك طويل تقدر تاخذ قلاصين، يعني إذا كان سفرك 5 أو 6 ساعات راح هم يفيدك جدا. وأنا أعطيك إنه كلام إنه هذا الغثيان ما يصير عندك.